أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا، مدرسة على الهواء. أهلا أبنائي الأعزاء، أبناء تخصص الميكانيكا، نظام 3 سنوات وال5 سنوات. أبنائي الأعزاء، النهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول مادة السي إن سي، ودرسنا ان شاء الله هيكون ايه الفرق بين ماكينات التحكم العددي والماكينات التقليديه. اهلا بكم ابنائي، ونبدا حلقتنا الجميله ونبص على الشاشه بتاعتنا ونشوف ايه الفرق ان شاء الله بين الماكينات التقليديه والماكينات التحكم العددي. مع بعضينا على الشاشه، شاشتنا جميله بتقول لنا ايه بقى؟ بتقول لنا انا عندي مقارنه ما بين ماكينات التحكم العددي والماكينات التقليديه. اول حاجه بالنسبه للشكل العام، المكنه التقليديه بتكون تقليديه الشكل، مخرطه من 30 سنه هو شكلها ما اتغيرش، انما مكن السي ان سي بيكون في محاطه بغلاف حمايه من الريش وكمان سائل التبريد وبتحجب الضوضاء. يبقى انا عندي هنا اول حاجه اعرفها ان الفرق بين المكنه التقليديه ومكنه السي ان سي من حيث الشكل، ان المكنه التقليديه هي مكنه خراطه في اي مصنع في اي مكان نلاقيها بشكل واحد، انما مكنه السي ان سي بتبقى حسب الاوبشن بتاعها وحسب التطور اللي بيحصل فيها يا ولاد. فبلاقي المكنه بتبقى محاطه بباب، الباب ده باب زجاجي، الباب الزجاجي ده ليه احنا حطيناه؟ علشان المكنه ديت بتشتغل بدون رقابه من العامل، لانها مكنه نيوميركال كنترول، فهي بتتحكم او بتشتغل عن طريق الكنترول او عن طريق الكمبيوتر، وبالتالي هي لازم تكون في حمايه ليها. فانا بحمي الماكينه بتاعتي وبحمي العامل لو هو هيجي يبص عليها من الريش، من الضوضاء، من سائل التبريد ان هو ينطر في وشه، عن طريق ان انا بضيف للمكنه دي باب زجاجي، عن طريق ان انا بضيف للباب المكنه دي باب ايه؟ باب زجاجي. انا لما يجي واحد يقول لي هو من حيث الشكل كده ايه الفرق ما بين المكن الكونفنشال والمكن النيوميريكال؟ المكن الكونفنشال يا اولاد اللي هو المكن التقليدي، انما المكن النيوميريكال اللي هو المكن التحكم العددي. ايه الفرق ما بين الاثنين من حيث الشكل؟ هنقول والله المكنه التقليديه الكونفنشال دي بتبقى في اي مكان هي ليها شكل واحد، كله متماثل في جميع موديلاتها، انما مكن النيوميركال اللي هو التحكم العادي ده بيبقى مكن محاط او بعمل له باب زجاجي. الباب الزجاجي ده ليه اهداف، ايه الهدف ان انا عملت له باب زجاجي؟ ان الباب الزجاجي ده يمنع تطاير الريش في وش العامل، تاني حاجه يمنع تطاير سائل التبريد في وش العامل، كمان يحجب الضوضاء نتيجه عمليات التشغيل اللي بتتم داخل المكنه لخارج مساحه الايه التشغيل في الورشه بتاعتي. تمام يا حبايبي، ده الفرق ما بين المكن النيوميركال ومكن الكونفنشال من حيث الشكل. طيب بيقول لي كمان ايه الفرق ما بين المكنتين دول من حيث الهيكل؟ والله الهيكل بتاع المكنه التقليديه اقل قساوه من الماكينه اللي هي السي ان سي. طب ليه اقل قساوه؟ قال لي لانها المكنه دي مش متحمله بمواسير كتير، فبالتالي بتبقى المكنه الكونفنشال او المكنه التقليديه بتكون مكنه خفيفه شويه، انما مكنه السي ان سي اكثر قساوه من ماكينه التحكم العددي. طب ليه هي اكثر قساوه يا اولاد من ماكينه التحكم العددي؟ نقولها واحده واحده بقى. انا عندي مكنه النيوميركال كل محور دوران فيه بيركب فيه موتور، تمام؟ يبقى انا لو عديت محاور الدوران اللي موجوده في المكنه هلاقي ان انا مركب عدد من المواتير كتير عن المكن الكونفنشن. المكن الكونفنشن هي موتور واحد بيشغل المكنه كلها، انما مكن النيوميركا اللي هو التحكم العادي ده انا ما باجيش اتحكم في اداره عمود الدوران، فبدل ايد العامل احنا حطينا موتور، الموتور ده بتحكم فيه من خلال برنامج، البرنامج ده هو اللي بيحرك الموتور بيخلي العمود يتحرك. كنا في المكن الكونفنشال احنا اللي بنحرك اليد بتاعت الاعمده او بندوس على زرار تشغيل العمود، فبنبدا ان احنا ايه نتحكم في الاعمده بتاعتنا او نتحكم في حركه اجزاء الماكينه كلها. لا، انا دلوقتي ما بقتش مسيطر على المكنه، المكنه المسيطر عليها هو جهاز التحكم. جهاز التحكم بيتصل بمين؟ بيتصل بمجموعه من المواتير، مجموعة المواتير دي هي اللي بتتحكم في تحريك الأجزاء الميكانيكية للمكنة بتاعتي.
تمام يا حبايبي. يبقى انا دلوقتي لما اجي اصنع المكنه دي، هل الهيكل بتاعها اعملها خفيف ولا اعمله تقيل؟ طيب لو انا عملته خفيف مع مجموعه المواتير اللي شغاله دي، ممكن المكنه ايه تترج تقع، ده ينفع؟ علشان كده احنا قلنا ان الهيكل بتاع مكنه التحكم العددي اللي هي النيوميركال كنترول ده لازم يكون هيكل جسيء اكثر قساوه بكثير جدا جدا من المكن الايه، من المكن التقليدي. قلنا ليه؟ قلنا لان المكن النيوميركال في مجموعه كتيره جدا من مواتير الحركه اللي بناء عن تشغيلها ممكن يحدث فايبريشن كبير قوي، ممكن يؤدي الى ايه، الى انزلاق الايه، الماكينه. طيب يبقى انا كده لازم يكون هيكل الماكينه قوي وجسيء علشان يركز على الارض، عشان لما اشغل مجموعه المواتير اللي ملحقه بها الماكينه ده ما ياثرش على الماكينه ولا يعمل فايبريشن ولا يحدث اضرار نتيجه تشغيل مجموعه الايه، المواتير اللي انا بشغلها دي. انما مكن الكونفنشال، مكن الكونفنشال اللي هو التقليدي هو موتور واحد، فبالتالي الهيكل بتاعه بيبقى خفيف كتير جدا عن المكن الايه، النيوميرك. تمام يا حبايبي؟ يبقى احنا كده عرفنا من حيث الشكل، عرفنا ان المكن التقليدي هو مكن شكله تقليدي الشكل، فاي مكان واي طراز او اي موديل ليه هو شكله واحد. انما المكن النيوميريكال او النيوميريكال كنترول ده بيبقى حسب الموديلات، الاقي المكنه بتاعي فيها اكتر من موديل، وبالتالي انا بزودها باكتر من اوبشن بيزيد عن المكن الكونفنشن. بالنسبه للشكل قلنا هنحط له باب زجاجي، باب الزجاجي ده ايه هدفه؟ ان انا احمي العامل بتاعي من الرايش، من سائل التبريد، احميه كمان من ضوضاء التشغيل، احميه كمان من ضوضاء الايه، التشغيل. قلنا كمان من حيث الهيكل، الهيكل للمكن التقليدي هو خفيف اقل قساوة من ماكينات التحكم العددي، ولكن ماكينات التحكم العددي اكثر قساوة من الماكينات التقليدية. ولماذا؟ لان ماكينات التحكم العددي تحتوي على مجموعة من محركات او مواتير الدوران اللي بناء على تشغيلها بيحدث فايبريشن كبير جدا في الماكينه، مما يؤدي الى حدوث انزلاق للماكينه بتاعتي او اهتزازات عاليه في الماكينه بتاعتي تؤثر على عمليه التشغيل بتاعي. لذلك لابد من تصنيع هيكل ماكينات التحكم العادي هيكل قاسي او جسيء او ثقيل حتى يرتكز على الارض ويمنع حدوث الاهتزازات ولا يؤثر هذا على نتاج عملية التشغيل بتاعتي. تمام حبايبي؟ ده الفرق ما بين المكانتين من حيث الشكل ومن حيث الهيكل. نشوف برضك هنقارن ما بين المكانتين في ايه؟ قال لي احنا هنقارن ما بين المكانتين في عمود نقل الحركة. قال لي ان عمود نقل الحركة يا ولاد بالنسبة للمكن التقليدي هو عمود ألوظه شبه منحرف، ولكن الماكينات النيوميركال عمود الدوران بتاعها بيبقى كروي، الالواز بتاعه بيبقى ايه، في شكل ايه، استواني او كروي. طيب احنا عايزين نقول ليه؟ قالك لان لما بيجي يحدث الحركه لو الالواز بتاعي شبه منحرف يبقى انا عندي نسبه احتكاك السطح بتاعتي تبقى ايه، كبيره. انما لما يكون انا مركب الاجزاء على كريات بتتحرك، بالتالي الاحتكاك هيحدث في نقط وليس في سطح، الاحتكاك هيحدث في نقط وليس في ايه، في سطح. نتيجة ان الاحتكاك يحدث في نقطة ده انا بقلل درجة الحرارة المتولدة عن تحرك هذه الاجزاء مع بعض، ولما اقلل درجة الحرارة المتولدة نتيجة تحرك هذه الاجزاء مع بعض في الحالة دي انا قللت التآكل، طولت العمر الافتراضي لقطعة غيار المكنة. ايه الجمال ده؟ يبقى احنا فكرنا يا ولاد، احنا فكرنا قلنا ايه، قلنا ايه المشاكل اللي موجود في المكن التقليدي انا اتغاضى عنها وابدا ان انا احسنها في المكن النيوميركال. اعمده الدوران ما تتحركش بألوظ شبه منحرف. ليه؟ لان مساحه سطح الاحتكاك هتبقى كبيره، وبالتالي بيحدث تآكل في عمود الدوران، وبالتالي عمود الدوران بيبوظ قبل الايه، العمر الافتراضي بتاعه. طب اعوض كل الكلام ده بايه؟ اعمل
العمود اعمده الدوران على شكل كريات. طب الكريات دي اما عملتها حرك الاجزاء الميكانيكيه، مساحه سطح التلامس بتاعها هتبقى عباره عن مجموعه من النقط وليس سطح كامل. ولما تكون مجموعه من النقط انا قللت مساحه سطح الاحتكاك، وبالتالي قللت درجه الحراره المتولده نتيجه الحركه، وبالتالي حافظت على العمر الافتراضي لمين؟ لقطعه الغيار، وقللت التآكل اللي ممكن يحدث في قطعه الايه؟ الغيار بتاعتي بتاعه الماكينه. تمام يا شباب؟ طيب احنا عايزين نقارن بردك من حيث مصدر الحركه. احنا قلنا ان المكن التقليدي بيحدث، انا مصدر الحركه بتاعي بيجيني من موتور ايه؟ من موتور واحد، محرك ذو تيار متردد واحد. طيب انما المكن النيوميركال بقى قال لي لا، انا مركب لكل عمود دوران ايه؟ محرك. يبقى اذا الحركه بتاعتي بتجيلي من اكثر من عمود ايه؟ من عمود بتجيلي من اكثر من محرك. يبقى النقل الحركه في المكن التقليدي من خلال جهاز موتور واحد او جهاز تولد حركه واحد، انما بالنسبه للمكن النيوميركال بيبقى كل عمود دوران او كل محور بيكون راكب له موتور لنقل الحركه بتاعته. طيب كمان قال لي دقه عمليات التشغيل. دقة عمليات التشغيل دي بقى يا شباب انا عايزاكم ايه؟ تستوعبوا معايا كده الامر الجميل ده. احنا كنا في المكن التقليدي دقة عمليات التشغيل بتاعتنا احنا بنقيسها بواحد من عشرة من الملي، واحد من مية من الملي، وادا ما بقيس بيها ميكروميتر دقتنا كبرها قوي، واحد من ايه؟ من الف من الايه؟ من الملي اللي هو الميكرون. تمام؟ طيب انا بقى دلوقتي شغال على مكن ذو دقة عالية جدا. قال لي المكن ده الكتاب بتاعنا اللي احنا بندرسه بيقول لنا ان دقة المكن ده واحد من الف. ده ايام ما عملوا الكتاب ده زمان جدا. احنا في العصر اللي احنا فيه ده تكنولوجيا وصلت بينا في نظام النيوميركال كنترول لايه؟ ده انا بقيت يا ولاد دلوقتي بقسم الملي بتاعي ل 12 جزء. يعني الدقة بتاعتي وصلت لواحد في عشرة أس ماينس 12 من المليمتر. ايه الكلام الجميل ده؟ ما هو علشان انا اقدر اشتغل بمكن دقته عالية واقدر انافس العالم كله بالانتاج اللي انا هطلعه، يبقى لازم لي مكن يديني جودة انتاج عالية جداً. احنا كمتنافسين في الصناعه ايه اللي بيفرق بينا؟ دقه الانتاج. لما انا اطلع دقه السطح بتاعي واحد من الف وواحد يطلعهولي واحد من 10,000، واحد يطلعهولي واحد من 100,000 من الملي، وواحد يطلعهولي واحد في 10 أس ماينس 12 من الملي، اكيد طبعا كل ما هوصل لدقة عالية كل ما هلاقي اتساع لان انا انافس بالصناعة ايه بتاعتي. لذلك المكن التحكم العددي دقة التشغيل بتاعته بتكون عالية جدا جدا جدا، بس ده بيتوقف على نوع المكنة والاوبشن اللي جهاز القياس فيها بيقيس بيه. انا بقيس بدقة كام في المكنة دي؟ ده بيتوقف عليه دقة الانتاج في المكنة دي. فبالتالي لما اجي اقول لك قارن ما بين مكن التحكم العددي والمكن الكونفنشال او المكن التقليدي، هنقول والله ده المكن التقليدي ده انا بوصل لدقة فيها واحد من مية من المليمتر ويحتاج الى عامل ماهر للتصنيع بتاعه. انما مكن التحكم العادي ده انا ممكن اوصل لواحد في 10 أس ماينس 12 من المليمتر، وده بيتوقف على دقة جهاز القياس المنفذ او اللي هو مجهز بيه ماكينة التحكم العددي بتاعتي. تمام؟ طيب احنا بقى نبدأ نقول العمالة. العمالة اللي هتشتغل معايا على المكن ده، قال لي العمالة اللي بتشتغل في ماكينات التحكم العددي انا بحتاج لعامل ماهر، عامل صنايعي يعرف يشغل مكنة، يقف يعمل حتة خراطة، خلاص يشتغل بالدقة اللي على قده. انما مكن التحكم العددي قال لي لا،
ده مكن التحكم العادي محتاج لعامل يجيد ايه بقى كمان؟ يجيد نظام التشغيل والتحكم الذي تعمل به الايه الماكينة. تحتاج عمالة مدربة على تشغيل نظام التحكم والتشغيل للبرنامج. يبقى انا دلوقتي لما اجي اجيب عامل للمكن العادي او المكن التقليدي، انا بجيب عامل ماهر خراط بيجيد ان هو يعرف يقف على مكنة الخراطة وينفذ منتج على المكنة بتاعتنا دي. طيب هل العامل ده لازم يكون بيجيد ان هو يعرف في الكمبيوتر انه يعرف يشغل او يسطب حاجة على الكمبيوتر او يبرمج كمبيوتر؟ لا، في المكنة التقليدية انا مش محتاجاه، انا محتاجة عامل ماهر صنايعي يعرف يقف على مكنة المخرطة يشغل المكنة ويطلع لي منها منتج. طيب بالنسبة بقى للمكن النيوميريكال، قال لي لا، ده احنا شغالين ببرنامج تحكم. برنامج التحكم ده محتاج مبرمج يعرف يبرمج البرنامج بتاعنا اللي هو هيشغله. يعني انا عايز اعمل شغلة، الشغلة دي انا بدخلها في صورة برنامج، يبقى انا لازم اعرف اعمل البرنامج اللي بناء عليها هغذي المكنة بيه، والمكنة دي هتطلع لي المنتج من خلال البرنامج اللي انا هقدمه لها ده. طيب يبقى انا في الحالة ديت، هل اي عامل يجيد العمل على ماكينة التحكم العادي؟ لا طبعا، لازم يكون حبايبي عامل بيجيد عمليات البرمجة ويقدر يتعامل مع كنترول المكنة اللي شغال عليها. يعني ايه ميس كنترول المكنة اللي شغال عليها؟ احنا عندنا حاجة اسمها جهاز تحكم في الماكينة يا ولاد، ده بنسميه الكنترول. كل مكنة ليها كنترول معين، كل مكنة نتيجة الكنترول بتاعها ده بتعمل لي كتالوج. الكتالوج ده قبل ما بشغل المكنة بجيبه، بعرف الكنترول بتاع المكنة بتاعي ده بيشتغل ازاي، وبعرف المكنة بتاعتي دي ايه هي مواصفاتها بالنسبة للماكينات الاخرى. ما هو احنا عندنا كل الماكينات بتشتغل بالجي ام كود، بس كل ماكينة لها جي ام كود بارقام ممكن تختلف عن الماكينة الايه الاخرى. طيب مين اللي يعرف لي كنترول المكنة اللي انا هشتغل بيه؟ كتالوج الماكينة. يبقى انا بفتح اول حاجة كتالوج الماكينة بتاعتي واتعرف على المكنة بتاعتي، الكنترول بتاعها بيشتغل ازاي، ايه الاكواد اللي انا بستخدمها علشان خاطر اتحكم في المكنة بتاعتي ديت. وطبعا كل ماكينة حسب الكنترول ده، احنا بنقول مكنة متقدمة ولا مكنة متوسطة ولا مكنة قديمة شوية في الفيرجن بتاعها. انا ممكن الاقي عندي كذا كنترول في السوق، انا من خلال الكتالوج اقدر اتحكم في اي مكنة. في سؤال بيتسألنا من ولادنا بيقول، هو انا لازم ادرس كل الكنترولات لكل الماكينات؟ لا، احنا لو درسنا كنترول واحد هنقدر نفهم، نفتح اي كتالوج لاي مكنة واعرف الاختلاف ايه، واقدر اشغل اي مكنة موجودة عندي في السوق. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا دلوقتي بالنسبة لماكينات التحكم العددي، طالما فيها كنترول وبرمجة وكده، هل تحتاج عامل ماهر يشغلها فقط؟ لا، تحتاج لعامل مدرب على برنامج التشغيل والكنترول الخاص بالايه بالماكينة بتاعتي. تمام؟ طيب احنا عايزين نقول ايه بقى؟ هنقارن من حيث التكلفة. بديهي جدا بعد كل اللي احنا قلناه ده، اكيد ان مكن التحكم العددي هيكون اغلى في الثمن من المكن الايه التقليدي. ده احنا الكتب هنا بتقول لنا ايه، ويصل الى 5 اضعاف المكنة التقليدية. لا لا، ده كان زمان. المكن ده دلوقتي ممكن يوصل للي عايز اقول 100% من ضعف المكنة الايه التقليدية. يعني مش 5 اضعاف، ده ممكن يوصل لثمنه 100% من المكنة الايه التقليدية واكتر كمان، يعني حسب الاوبشن بتاع المكنة اللي انا هشتريها و
يعني نوع الانتاج اللي انا محتاج ان انا انتجه على المكنة ديت، وعدد ساعات التشغيل اللي انا محتاج المكنة دي تشتغلها لي في اليوم. انا عندي مكنة ممكن اشغلها 24 ساعة وهي دي قدراتها، وعندي مكنة ممكن اشغلها 6 ساعات في اليوم. فانا في الحالة ديت قيمة الانتاج اللي بيطلع لي متوقف على امكانيات المكنة اللي انا اللي انا شاريها، وبالتالي الامكانيات ومعدل الانتاج بتاعي ده بيكلفني بيكلفني سعر، بيكلفني فلوس اشتري بيها المكنة علشان تديني القدرة الانتاجية اللي انا محتاجها ديت، وكمان تقدر تقعد معايا او تعيش معايا فترة زمن طويلة. تمام يا حبايبي، يبقى احنا دلوقتي اخدنا موضوع جميل جدا جدا جدا، ايه الفرق ما بين الماكينات التقليديه اللي احنا بنشوفها المخارط العاديه او الفرايز العاديه وماكينات التحكم العددي. احنا قلنا ببساطه ان من حيث الشكل المكن التقليدي هو مكن تقليدي الشكل، ولكن مكن التحكم العددي هو مزود ب باب لزجاجي علشان يحمي العامل من الرايش، يحميه كمان من سائل التبريد، يحميه من الضوضاء. قلنا كمان بالنسبة للشكل، بالنسبة للهيكل بتاع المكنة، المكنة التقليدية هي مكنة يعني خفيفة، أقل قساوة بكثيرا جدا من المكن النيوميريك. يبقى إذا المكن النيوميريكال أكثر قساوة وتقيل جدا عن المكن عن المكن التقليد. ليه؟ قلنا لأن ده بيحتوي على مجموعة من المواتير ممكن تعمل فايبريشن للمكنة، فايبريشن ده يؤدي إلى اهتزازات في المكنة بتاعتي، لذلك أنا محتاجة هيكل جسيء يبقى صامد على الأرض يمتص الاهتزازات المتولدة ديت وما يأثرليش على عملية التشغيل. قلنا بالنسبة لدقة التشغيل، دقة التشغيل بالنسبة للمكن العادي المانيوال ده أو المكن الكونفنشال ده بيبقى دقته بتوصل لواحد من 100. المكن النيوميركال ده بيوصل لحاجة اسمها النانو ميتر، يعني يعني 1 × 10^-12 من الملي من الملي ميتر، وبالتالي دي دقة عالية جدا جدا، ممكن ان احنا يعني بناء عليها نشتغل في منتجات اكثر دقة واكثر تعقيدا. ليه؟ لان انا هطلع سطح منتج بدرجة ثقل او بدرجه نعومه سموسس جدا جدا جدا، ما فيهوش اي درجه خشونه خالص. ليه؟ لان الدرجه بتاعه الدقه بتاعه المكنه اصلا عاليه جدا، فبالتالي بتطلع لي صح سطح ذو درجه تشطيب عاليه جدا جدا. ده بالنسبه لدقه الماكينه. بالنسبه للعامل اللي هيشتغل على المكن ده، بالنسبه للمكن الكونفنشال انا عايز عامل ماهر صنايعي يقدر يقف بيعمل عمليات التشغيل بتاعه الخراطه، يقدر ينفذ لي عمليات التشغيل بالفهم او الصنعه بتاعته. ولكن مكن النيوميركال انا محتاج الصنعه، ومحتاج بجانب الصنعة واحد يكون فاهم في البرمجة يقدر يبرمج برنامج لشغلة معينة على برنامج السي ان سي، يقدر يتحكم في كنترول المكنة، يقدر ان هو يظبط سرعة او تغذية او يحمل عدد القطع او يعمل سيتنج للماكينة بتاعتي. فبالتالي انا مش محتاجة عامل ماهر فقط، انا محتاجة عامل مدرب على ماكينات التحكم العددي وكنترول الماكينة الخاصة بالتشغيل. طيب احنا عايزين بقى نعرف بعد كده بالنسبة للتكلفة بتاعتنا. والله بناء على ما تم التحدث عنه ده كله، اكيد التكلفة بتاعتنا في المكن الكونفنشال هيكون ثمنها ارخص بكثير جدا من مكن التحكم العددي. وبالتالي هو بيقول لي ان ممكن مكن التحكم العادي يصل الى 5 اضعاف مكن التقليديه واكثر بكثير من ذلك. ده كده كان الفرق بين المكن التقليدي ومكن التحكم العادي. مع بعضينا بقى الشاشه نشوف موضوع اخر. هو هنا بيقول لي ايه هي انواع الحركات في ماكينات التحكم العادي السي ان سي. احنا هنقول له ان انا عندي انواع الحركات علشان اتحكم في مكنة السي ان سي، عندي 3 مجموعات لحركة ماكينات التحكم العددي. اول حاجة ماكينات تتحكم فيها ان هي تتحرك العدة بتاعتها
من نقطة إلى نقطة، يبقى أنا عندي ماكينات ذات تحكم موضعي من بوينت تو بوينت. طب إمتى أتحكم في الأداة بتاعتي إن هي تتحرك من بوينت تو بوينت أو من نقطة إلى نقطة؟ قال لي في ماكينات الصلب وماكينات اللحام. يبقى أول نوع يا أولاد اللي هو ماكينات أقدر أتحكم في الحركة بتاعتها من نقطة إلى نقطة. طيب يبقى أنا عندي هنا، أنا عايزة أتحكم في أداة القطع، تنزل تقطع في نقطة وترجع لنفس النقطة اللي أنا إيه اللي أنا بدأت من عندها، تنزل تقطع وترجع في نفس الإيه النقطة. طيب يبقى كده أنا المكن ده عبارة عن مكن بتحكم في أداة القطع بتاعته إن هو يتحرك من نقطة إلى نقطة ويرجع لنفس الإيه النقطة تاني. أني مكن اللي اقدر اعمل فيه الكنتور ده، او اني مكان اللي اقدر انفذ فيه الكنترول ده؟ قال لي هما عندي مكانتين، مكنه الثقب. لما هاجي اثقب انا بنزل اثقب وبرجع لمكاني تاني، وبنزل اثقب وبرجع لمكاني تاني. يبقى انا عندي الكنترول ده ينفع في ماكينات الايه يا ولاد؟ ماكينات الثقب، علشان اتحكم من بوينت تو بوينت، من بوينت تو بوينت. يبقى التحكم من نقطة إلى نقطة ده بيتم في ماكينات الصلب. في عندي مكان تاني، قال لي يا ولاد في حاجة عندنا اسمها البناطة. مين البناطة ديت؟ مكان لحام البنطة أو النقطة. ده بينزل عبارة عن الكترودات كده، الكترودين بيبدأوا ينزلوا في نقطة واحدة يلحموا ويبدأوا يرجعوا لإيه لوضعهم تاني، ينزلوا يلحموا ويرجعوا لوضعهم ايه تاني. معنى كده ان الكنترول بتاع الماكينات تحكم العدد اللي هتحكم من خلاله في نقطة من نقطة الى نقطة، الكنترول ده يركب لكم مكنة؟ لاتنين، ماكينات الصلب وماكينات لحام النقطة. ماكينات الصلب وماكينات لحام ايه حبايبي؟ النقطة. تمام يا شباب؟ طيب هل انا عندي نوع كنترول اخر؟ قال لي انا عندي كنترول ان انا اقدر اتحكم في ان انا امشي في مسار خط مستقيم. شوفوا كده، قال لي التحكم في مسار خطي. في الحالة دي العدة هنا، العدة بتاعتنا هنا بتمشي في مسار ايه يا ولاد؟ بص كده، مش دي العدة بتاعتنا، العدة دي هتمشي في مسار ايه يا ولاد؟ عشان تقطع في مسار خطي. طيب امتى احتاج الكنترول ده في اي نوع من الماكينات؟ قال لي مكنه الفريزه ومكنه المخرطه ذات التحكم الايه العددي. يبقى تاني نوع من انواع الكنترول اللي بيركب للماكينات عندنا التحكم او كنترول للتحكم في اللينير ايه باس. مين اللينير باس ده يا ولاد؟ اللي هو التحكم في مسار ايه، في مسار خطي. قال لي تتميز هذا الكنترول بالقدرة على تحريك أداة القطع في اتجاه موازي للمحاور الأساسية لقطعة مين الشغلة. وبالتالي ده أنا بحتاجه في مكن الفرايز ومكن المخارط ذو التحكم الايه العددي. طيب هل أنا عندي كنترول آخر؟ قال لي عندي حاجة اسمها الكونتينيونز باس. مين الكونتينيونز باس ده؟ قال لي ده التحكم في مسار مستمر. يعني ايه مسار مستمر؟ يعني امشي خط مستقيم، امشي نقطة، امشي دورانات، امشي خطوط منحنية لحد ما اخلص كل الكونتور او كل العمليات اللي انا محتاجها في الشغلة بتاعتي مرة واحدة. يبقى انا دلوقتي شباب لما جينا ننفذ ماكينات التحكم العددي قدرنا نعمل كام كنترول؟ قدرنا نعمل اكتر من كنترول. كنترول يتحكم في المكن بحيث ان المكن ده العدة بتاعته تتحرك من نقطة الى نقطة. الكنترول ده كان ينفع لماكينات الصلب وماكينات اللحام البنط، تمام؟ وعندي كنترول اخر، الكنترول ده يقدر يخلي لي العدد بتاعتي تتحرك في خط مستقيم. طيب والكنترول ده كان ينفع في ايه؟ قال لي في ماكينات الفرايز وماكينات الخراطة اقدر اتحكم في خطوط ايه مستقيم.
قال لي وعندي كنترول اخر اسمه المسار اللي هو بيتحرك في مسار مستمر، الكونتينيونز باس. يعني ايه؟ قال لي ده بقى كنترول مرن جدا، كل الاشكال وكل العمليات واي عمليه سواء كان هيمشي في خط مستقيم، هيمشي في خط مستقيم عدل او خط مستقيم مائل، هيمشي في دوران، هيعمل بنطة او هيعمل عملية صج، هيعمل اي عملية يقدر يعملها كلها مرة ايه؟ مرة واحدة. طيب يبقى معنى كده ان انا مش محتاج ان انا اشيل الشغلة من هنا واوديها على مكنة تانية عشان تعمل لي عملية تانية. ده اسمه ايه بقى الكنترول ده؟ قال لي الكونتينيونز باص. طيب انا دلوقتي عندي كام نوع من الكنترول؟ ثلاثة. اول حاجه من بوينت تو بوينت، من نقطه لنقطه، وده هستخدمه في مكان الصجب وكمان مكان اللحام. طب وعندي كمان قال اللينير باص اللي هو المسار الخطي، التحكم في مسار ايه؟ خط. قال لي الكنترول ده انا اقدر استخدمه في مكنه الفريزه او مكنه المخرط. قال لي بقى عندي بقى كنترول مرن جدا ويقدر يعمل لي كل العمليات بتاعتي، سواء كان همشي في خط مستقيم، همشي في خط في منحنى، هعمل دوائر، هعمل ثقوب، هعمل تجويف او جروفنج في الشغل بتاعتي، هعمل اي عمليه اقدر اعملها بالكنترول اللي اسمه ايه؟ الكونتينيونز باس. يعني ايه؟ يعني كنترول او تحكم في مسار ايه؟ في مسار مستمر. يبقى ده لما يجي حد يقول لي ايه انواع التحكم او انظمه التحكم في ماكينات التحكم العاديه، اقول له انا عندي ثلاث انظمه، بوينت تو بوينت، لينير باس، كونتينيونز باس. ايه هم دول؟ من نقطه لنقطه، واتحكم فيه من خلال مكان الايه؟ الصجب او مكان اللحام. طيب وعندي اللينير باس اللي هو مسار الخط، التحكم في مسار خط، ده بيبقى في ماكينات الفرايز او ماكينات الخراط. وعندي كمان الكونتينيونز باس اللي هو التحكم المستمر، وده بيبقى في اكثر من ماكينات خراطه، فرايز، ماكينات لحام اللي هو الليزر، القطع بالبلازما، كل الماكينات اللي اقدر اتحكم في اكتر من عمليه بنفس الكنترول ده بركب لها كنترول يسمى الكونتينيونز باس. اوكي يا شباب، ده كده انواع الكنترولات اللي تحط لماكينات التحكم الايه؟ العددي بتاعتنا. طيب عايزين نبص بقى نشوف كده ايه. قال لي ايه هي المحاور الاساسيه اللي اقدر من خلالها اتحكم في ماكينة التحكم العددي؟ قال لي انا عندي ثلاث محاور اساسية، عندنا المحور اكس، عندنا المحور واي، عندنا المحور زد. طيب المحور اكس بيكون في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه الطولي. المحور واي بيكون في الاتجاه العرضي، والمحور زد بيكون في الاتجاه الايه؟ العمودي. وبكده حبايبي احنا مع بعض النهارده اخدنا بعض المعلومات اللي من خلالها نعرف الفرق ما بين ماكينات التحكم العادي والماكينات التقليديه، ووصلنا مع بعض دلوقتي لنهايه حلقتنا جميله. اشكركم واترككم في رعايه الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب.